في ايه يا ولاد؟ خلاص يا ولاد بدل ما غزل المطوه في بطني. لا 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 انت مين يا ابني؟ فين الفلوس؟ طب تشيل بس المطوة دي يا حبيبي، ما توديش نفسك في داهية عشان ولية عجوزة زي حالاتي. خلاص انت هترغي معايا؟ تحت الكنبة هنا اهو. يا عبد الله! أي! الحمد! أمين يا لا! يا سبتي! يا ود! يا لا! أمين يا لا! يا ود! أمين يا لا! يا ود! سرق لنا الحي يا دي لمض الحي، مش هنخلص بقى من الموضوع ده ولا ايه؟ ولا قلبي هيصفالك ابدا الا لما ايدك تنضف من الوساخه اللي طلتها. يا اما خلاص بقى يا اما، غلطه وراحت لحالها. حلها ايه بس يا ابني؟ الحلال مفيش احسن منه. يا دي الحلال، هنمشي في الحلال لما نشوف اخرها ايه. هتشوف الخير والهنا كله ان شاء الله. والله زي القمر من غير نظافه يا اختي، تقلو قوي. قولي لي يا بنت، عامله ايه مع عبد الله؟ اهو مستنيه ربنا يفكها على امي. هيفكها ان شاء الله. فاكره يا بنت لما عبد الله كان بيكتب اسمك على باب البيت وامك تروح تقول لامه وتيجي تضربك وامي تيجي تحوش عنك؟ كان حمار ده، كان بيكتب صباح بالسين. لو انه سيبه ان امي يكتبها ازاي معرفش. بيحبك يا بنت، هو حد يطول؟ كان يعني يتلتع تحت الشباك بتاعنا، بيقف يسلم على الحارة واحد واحد وعينه على الشباك ما تنزلش. دلوقتي لما بنقعد مع بعض بنتكلم في المطبخ والقطن. قطيعة تقطع الجواز بسنين. قولي لي انت عاملة ايه مع كريم؟ بتشوفيه؟ حفظي مكهربنا، ما بنعرفش نقف خمس دقايق مع بعض. ما يجي يخطبك يا بنت من عم سعيد. نايلي هو حالته حاجة؟ امال ايه، انتوا مقضينا حب كده وخلاص؟ ادينا صابرين لما نشوف، لما اقوم افرجيك على شوية حاجات. وريني. شفتي بقى دول شوية قوم صنم أبويا كان جايبهم من النبي أيام لما كان مسافر. الله دول حلوين قوي يا سعاد. ليكي واحد هدية لما تدخلي، واللون اللي أنت عايزاه كمان يا صباح. يلا النبي صحيح؟ إن شاء الله يخليكي. هاخد الأحمر. قومي ياما شايليني، خلصي. دول سيجارين يا واد، ما تشيلهم. يا لهوي يا سعاد. إيه ياما؟ تعالي يا اختي شيلي اخوك السيجار. حاضر يا ام. عبد الله عامل ايه يا صباح؟ بخير يا اخويا، ان شاء الله تسلم. خد يا بلاد، ناقصين البريك. احنا هعمل ايه؟ هنرميهم في الفرن وامي هتروح تاخدهم. يابا النسوان هتروح تبني لو اترخبنا عليهم. انجز بقى يا عم، ساعة زمن ونكون حاضرين. ها يا عم، بالراحة يا حمار. يا عم هو مش عايز يمشي. يس راح فين ام محمود؟ راح حمله ميه وانا استناكوا. اللي اعتمد عليكم لا ياكل ولا يشرب. شفت ادي البوريك بتاعك اهو. طب التكل التكل شيل. خش. بقول لكم ايه، اللي مش هيقف في الطابور مش هديله عيش. ادخل ادخل. مش ناقصين وجع دماغ. احنا جبنا عربيه نحن ولا جبنا عجله حد؟ ادخل ادخل. ايه واصل واصل. ماشي بس. خد يا معلم، دخل دول النار وامي هتيجي تاخده. ادي عجينه يا معلم. تعالى خد السيجار دي لجوه.
استنى عجينه خد دول معايا خلصهم بسرعه ها خد الربع جنيه ده وهات بجنيه عيش وهات من عندك بجنيه عيش وادي عجينه والعيش ليه بقى يتاخر كده اقفش ايه يا بت بتحبي ولا ايه يا ريت يا اختي يا ريت يبقى جوزك وحشك مش متجوزه ولا مرافقه ولا مصاحبه يا بت عايزه ايه يا ولية ما تتلمي بقى الله مالك امال عايزه كده تفهميني انك سك لا يا اختي بحط تل ما انت ليكي في اللون اهو بتفهمي في الخمره اما الملك قاعده مكتومه كده وسكتم بكتم احكي لك ايه اسمعي بقى انا صايعه قوي قوي وافهمها وهي طايره واعرف عين الست من اول ما ابص فيها وانت عينك كده سايحه ونايحه وجواها راجل قاعد ومقدد ما تفضفضي يا حبيبتي ده انا زي اختك الكبيره قولي لي ايه بتحبي اللي كنت بحبه مات الله يرحمه ده كان ابويا ارتحتي ابوكي ما كلنا حبينا ابونا انا بتكلم يا بنت عن الحب التاني الأمور قصدك الحب أبو غرض يعني؟ أيوة هو أبو غرض ده اللي أنا بتكلم عنه لا يا أختي عمري ما حبيت ولو حد كان يبصلي بصة كده ولا كده كنت أخاف منه في الحتة بتاعتنا في صنفين من النسوان يا إما نسوان بتخاف من الرجالة عشان أهلها يا إما نسوان بتحب المشي البطال ده يعني ما أخبيش عليك يا حبيبتي أنا الصنف التاني ده ومش المشي البطل سايقني وبس لا ده طاير بيا طيران الله اكبر الله اكبر على فين يا جدع برال انت كل ما تشوفني تقول لي على فين على فين تكونش اشتريت الحرارة معرفش ما انت برضو كل ما تشوفني بتنساني طب اخلع خفيف اخلع مين؟ انا انت مين؟ صلاح امين الشرطة انت عايز مننا ايه تاني؟ ضحكت على بنت لغاية ما قبضت عليها روح منك لله ده انت خراب ليه كده يا حاجة؟ ده انا بالعكس كنت عايز اساعدها تساعدها؟ تساعدها ولا تحبسها؟ اخدت لها سنة حبس روح منك لله يا شيخ حرام عليك ما تزعليش اهي سنة تاخدها بالطول ولا بالعرض بجملة العذاب والمر اللي احنا فيه على كل حال انا موجود لو احتجت حاجة كلميني يا استاذ شيل حاجتك دي احنا مش عايزين منك اي حاجة يا استاذ يلا اتفضل يا حاجة دي حاجة بسيطة عشان العيال الصغيرة العيال بخير ومستورين وانا موصيه ما اخدش منك كفة حاجة توكل على الله موصيتي السلام عليكم اوكي شو عم قله انا ولا شيء هل نسوان ولا بلاش عم بيقول انه مصري عم بيسال عنك من وين ردي قولي من لبنان أنا من لبنان هو أصلي كتب لها إيه؟ كتب لها إيه؟ عم بيقول اسمه كريم عم تعرفيه من قبل؟ لا ما بعرفه تعي 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 طلعي في صورته وبعدين؟ بقى اطلعي اوفلاين ايه بس هو عم بيسالك يرسل الصور اليك
بكفي بقى، انا ما بضلني بحكي كتير مع العالم على الانترنت. بس هو عم بيعقد. انا رايحه. لوين؟ عندي مشوار، باجي لك بكره. اوكي باي باي. باي حبيبتي. باي باي. اما البلوزه بتاع الكشري مات، انزل شوف ايه العده المطلوبه عشان تروح. ماشي يا ابو ماشي. ما تقوم يالا، انا ما تسيبك من لعب العيال ده، خلينا نتبه لشغلنا. ماشي يلا. قفلت ليه؟ يلا يالا. مساء الخير يا دكتوره. اهلا انا بلبل، عاش من شافك. ربنا يخليك يا عمنا. ايه الحكايه يا ريس؟ خير؟ السوق ماله ناشف كده ليه والحشيش النضيف اختفى؟ الناس بتشرب ولا دريانه، الناس مغمومه بعيد عنك. اه والله البراشين مطلوبه اليومين دول. اهو من قركم الحكومه دخلتها جدول ولا انت ما دريتش يا حبيبي؟ دريت يا عمنا، عايزك تعمل لي بقى ايه تشكيله من على وش الجدول. على وش الجدول؟ بس هتدفع. على مزاجك بس. عنديش اجل. امرني. اديني اسبوع ونحضر لك لوكشه حلو قوي. بس على شرط. ايه؟ العلبه 90 لا تقل جنيه ولا تزيد تعريفه. كتير قوي يا عمنا، ده الواد فرخه بيتحال عليها ب 40، مش عايز اخد منه عشان مضروب. 70 حلو عشان اكل عيش. وحيادي يا بلبل وفدار رقبتي، واقفه عليا انا ب 70. اهلا عليكم. السلام عليكم وبركاته. خد يا سيدي. تغير على الجرح بتاعك كويس قوي، والا رجلك دي تتقطع. فاهم ازاي؟ اه يلا حبيبي. ماشي. بالسلامه. ماشي. عايز حاجه البرد؟ حجر البرد في كحه ولا ما فيش؟ ها في كحه. صفية صباح. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه يا صابر انت فين؟ لف تعال. احنا بنشحطك يا راجل، مش ده برضو شغل؟ خش. والله يا ست صفايا لسه مخلص شغل حالا. الف الف مبروك للست صفايا. الله يبارك فيك، تعالى بوريك القطن اللي جبته. يا ساتر. تعالى يا صابر تعالى، خش خش تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، قطن زي الفل اهو. ما راجل حمار صحيح، هو مديك القطن في اكياس؟ اه. مفيش شوالي يحطوا فيه؟ اصلهم كانوا اخر شويه عنده، ما حبتش استنوا لما يجيب من المخزن. وده ايه القطن ده؟ ده 100 نوع في بعض، انت جايبها من هنا من صباح. بص بقى يا صابر، صلي على النبي في قلبك. انا ضحك عليا في القطن ده. هتعمله وتخلصني ولا هتقعد تقتتني؟ يا ست رجعه، انا اروح معاكي. لا اله الا الله، انا مش هرجع حاجه، انا مش هرجع حاجه خلاص. انا دب معاه خناقه الرب السما في عرض النبي. اعمله ويطلع زي ما يطلع عشان خاطري بقى. لا حول الله، فلوسه اترمت على الارض. يا دي النيله ما تترمي وانت مالك. بقول لك ايه، البت جايه حسك عينك تقول كلمه قدامها سد نفسها. ماشي يا ست صفية. امرك امرك يا ست. السلام عليك. ازيك يا عم صابر؟ سلام. ازيك يا صباح؟ مبروك يا صباح. تعيش. اهو يما القماش اللي طلبه عم صابر. هات يا حبيبتي. جدع يا بت. ها تنيش يا صابر، ايه رايك بقى في القطن؟ مية مية، قطن لا يعلى عليه. انا في حياتي ما شفتش قطن بالنظافه دي. ماشي. هتبدا امتى؟ انا تحت امرك. قبل كتب الكتاب بيومين ثلاثه هشتغل. على الدخله هكون جاهز. ونفرش بقى في الحاره عشان كل الناس تتفرج. وهو كذلك، بس احنا هنعوش شويه على دول. حكى لي يا بت، وماله نجيب شوال كمان. لما تحضري نفسك ابعتي لي. ماشي. وانا صاب عليك. سلام يا صاب. سلام يا عم صاب. بقول لك ايه يا ام؟ ها؟ طالعه الجايه خديني معاكي. تتريقي؟ طب وحياه امك لا انت جايه معايا. امشي. 13. شكرا يا دكتور تامر. السلام عليكم يا دكتور تامر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم فتحي؟ ثانيه واحده. 20 يا حاج. مرتين في اليوم. طلبك مش موجود يا عم فتحي. يعني ايه يا ابني؟ يا عم فتحي الدواء اللي انت عايزه ده نازل جدول اول وممنوع. جدول اول ايه يا ابني؟ اذا كان العيال مدمنها بيصرفوه بكل سهوله، وانا اللي معايا روشته مش عارف اصرفه. وانا مالي بس يا عم فتحي؟
بص يا ابني دور عليه في الدرج ده او الدرج ده، ابوك دايما يخبيه هنا اهوت. يا عم فتحي انت صعبان عليا وانا عارف انك اولى، بس هعمل ايه؟ مفيش ولا شريط عندي. يا ابني ابوس ايدك، انا تعبان يا ابني تعبان مش قادر. دور ابوس ايدك. بقولك يا عم فتحي دور على الدواء بتاعك ده في اي صيدليه تانية. ماشي يا ابني ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله. بلبل كويس اني لقيتك، انا عايزك في المصلحه يا بلبل. ايه يا فتحي عايز حشيش ولا ايه؟ حشيش ايه؟ هو انا بشرب حشيش؟ شوف لي شريط اخضر، انا تعبان. عيني يابا، والاصل كمان 50 جنيه. 50 جنيه انا باخده علاج مش ادمان. ماليش فيه تاخده علاج تاخده دماغ تاخده صديقي، الكلام ده في وزاره الصحه، انا شمال يا صاحبي. ايوه بس 50 جنيه كتير قوي. الله، وانا ضربتك على ايدك يا فتحي؟ انت هتبص لي في لقمه عيش وانا لما بتمسك بيه بتجيلي نيابه تطمن عليا. حرام عليك، يبقى لي اسبوع بلف عليه، اسبوع كامل ما دقتش طعم النوم. شوف لي اي حاجه ابوس ايدك. انت هتمثل؟ مش معاك روشيتا؟ روح اي اغزخانه يا عم. لفيت على كل الاغزخانات ما لقيتش. اوه فكك مني ما توجعليش دماغي يا فتحي، انا مش فاضي. ابوس ايدك يا بلبل، شوف لك اي شريط ابوس ايدك. الا بالله معاك. انا بجيب الشريط ب 10 جنيه بايه؟ ب 10 جنيه خلي ال 10 جنيه معاك، وادي الشريط اهو. ربنا يخليك. عيني ليه؟ ربنا يخليك ليه؟ تصدق انت طلعت اجدع من الدكتور وابنه. اعمل ايه في قلبي دون؟ اعمل ايه فيه؟ خد بالك ده بفلوس، ها بالعقل كده. يلا انتوا الكباري. ربنا يكرمك يا بلبل، ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك يا بلبل. احنا في زمن صعب وشبابنا ناسيين ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في كبد. يعني ايه كبد؟ يعني في تعب وشقى، لازم نتعب ولازم نشقى. ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على كل المخلوقات، رفضت تشيلها وحملها الإنسان. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا اخوي؟ في ايه؟ الله يا اخوي قلقتني. مالك؟ شيء يا اخوي كلمني. سلامتك يا زينب. اصل في واحد غريب عن الحارة كان قاعد في الجامع النهارده وسجل لي الدرس اللي انا قلته. شكله كده قلقني. وتقلق ليه يا اخويا؟ هو انت قلت حاجه غلط لا قدر الله؟ لا لا ما قلتش طبعا، بس ما انت عارفه يا زينب اصل انا مش معين من الاوقاف، يعني انا بخطب بالناس كده متطوع محبه لوجه الله، وده برضو غلط، وهم لو عرفوا ممكن يبقى في مشاكل. الله يا اخويا، اول مره اعرف ان واحد يبقى ربنا سبحانه وتعالى كرمه بشويه علم وما يلهمش للناس. ايوه بس لازم يكون بعلم الاوقاف، والا المساله هتبقى ميغه سايبه، واي حد عايز يتكلم هيتكلم ويخطب في الناس ويقول اللي هو عايزه، وده خطر. لا في النقطه دي الصراحه يعني الاوقاف عندهم حق. وبعدين بقى، طب بقول لك ايه يا اخويا، يمكن يا اخويا يكون عجبه الكلام اللي انت بتقوله وحب يسجله وسمعه لمراته. يسمعه لمراته؟ ربنا يستر يا زينب، انا خايف لو يروح يسمعه للمباحث مش لمراته. مباحث؟ ايوه الصراحه قلبي متوغوش واكني كده، خايف للراجل ده يطلع من امن الدوله. يا لهوي، امن دوله؟ اصلا الجمعه اللي فاتت استاذنت الشيخ المعين من الاوقاف اني اخطب الجمعه. تفتكر الراجل الشيخ ده ممكن يكون راح اشتكاني ولا حاجه؟ يا لهوي، ده يبقى بقى راجل منافق قوي. الله أعلم بقى، الله أعلم. مفيش حاجة مستغربة في الدنيا اليومين دول. بعدين بيني وبينك يا زينب، أنا مش عارف بيجرالي إيه لما بخطف في الناس. بسخن قوي وبعطش الجيم وبدخل في مناطق حساسة ساعات كده وبدوس على الخطوط الحمراء. أنت فاهماني يا زينب؟ فهماك يا أخويا فهماك. ما هو البني آدم مننا لما بيسخن زيادة عن اللزوم ممكن يخرف. مش الواحد برضه لما بياخد نزلة برد جديدة شوية بيسخن ويخرف؟ طبعا يا اخويا، بس بقى طالما كده بتسخن وبتخرف بلاش خطبه الجمعه دي، استغفر الله العظيم يا رب. ايه
بلاش خطبة الجمعة. ما اقدرش يا زينب، ما اقدرش. والله ما عارف اقول لك ايه. الله ربنا يستر. انا بيه يا ابني اختفينا قدام القهوة. انا على القهوة اهو، انت فين؟ الراجل هيبتدي شغل النهارده. يعني هنقفش؟ سردينة قهوة. حاضر. هتروح له، اي حد يظهر من الحي يلغيه. انا خايف ابو البر رئيس الحي ده يطب علينا. يا عم وانت مالك؟ هو انت اللي بتبني في الممنوع؟ اي كبسه ارفع ايدك، ملناش فيه. ماشي يا عم الحاج، لما نشوف. مش شغالين في النضيف. قهوة فين يا سردينة؟ حاضر على النور. بسرعة بس. عايزين نقفش، ده احسن دميتة خالص. عيني. والله يا ابني انت زي الفل، وانا عن نفسي موافقه. ودي خطوه اولى يا طنط، ناقص بقى حضرتك تقنعنا صلاح. ابعدني عن صلاح، انا ما بعرفش اتكلم معاه. انا الاول هكلم اختي وهعرف اقنعها. طب هتقولي لها ايه يا خالتي؟ هقول لها ان خالد عندنا من المنطقه وشافك وانت جايه عندي وطلبك للجواز. ايه اللي فيها؟ ايوه بس لو اكتشفوا ان هو مش من المنطقه هتبقى مشكله. يا جماعه وليه ده كله؟ ما لازمينها في الجامعه، نكذب ليه طيب؟ صح، انا بقول كده. بس يا ابني موضوع الشغل ده لازم تلاقي له حل. لازم تكون متوظف ولا بتشتغل في شركه علشان يوافق. والله العظيم انا بحاول يا طنط. يعني المحاوله دي هتقعد قد ايه؟ تقريبا شهر كده. يبقى نستنى شهر. خلاص اللي حضرتك تشوفيه، نستنى. وعليكم السلام. شفت يا أم؟ شفت بنتك داخلة واخدة في وشها ازاي؟ كأننا مش موجودين. هي عارفتها ولا هتشتريها؟ منور يا حبيبي، منورة يا أختي، عن إذنكم. بتقومي يا بنتي تسلمي على أخوكي. مش قايمة. إيه اللي جابه موقوع معاه؟ من إمتى بيجيبها هنا؟ جرى إيه يا بنتي؟ دي مراته. قومي واخذي الشيطان لأخوكي يزعل. بقول لك ايه، علشان خاطري. سيبيها براحتها يا اما، انت هتتحايلي عليها؟ الزهره ما بقتش همها في حاجه. انا ماشي يا اما. استنى يا ابني كمل لقمتك. عايزه حاجه في بالك قبل ما امشي يا اما؟ عايزه سلامتك يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي، طريق السلامه. مع السلامه يا حبيبتي، نورتي. خليكي كده على طول. انا بقى مش عايزه حد يجي لنا هنا. هي فاكره نفسها مين جاي يتغزني؟ بقول لك ايه، وطي صوتك، دول لسه يتحروا بجاز. انا عاوزاها تسمع، ولا هي جايه تسمعني اللي كل ما تشوفني تسمعه لي؟ جايبالك عريس يا ليلى، انت كبرتي يا ليلى ولازم توافي عليه. مش مهم ما معهوش شهاده، مش ده اللي جايه تقوله. هو احنا لسه عرفنا هي جايه تقول ايه؟ انت عارفه يا اختي، ومستحملاها عشان مرات ابنك. هتموت مني عشان ما كملتش تعليمها. طب خلاص خلاص، اهي غارت في 60 داهيه. قومي بقى غيري هدومك. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بعيط على حظ المهبل. حظك؟ حظك ده ايه؟ وانت في حظ زي حظك؟ هو في بنت زيك رفضت عرسان؟ بقول لك ايه، قومي كده وصلي على النبي. تلاقيكي طول اليوم على لحم بطنك. يلا يلا اجيب لك تاكلي. سيبيني دلوقتي يا ابا، هاكل هذا بس شويه. بتغيظك يا شايب. انا لو منك ما اسمع لهاش، وليكي عليا انا هقول لاخوكي ما يجيبهاش طول ما انت موجوده هنا. يا اختي ما انت بتقولي فعلا. هتشوفي بس. قومي كده انت اغسلي وشك، وانا هروح اسخن الاكل لان زمانه برد. ربنا يهديك يا بنتي. ازيك يا ابو بركه؟ سلام. ازيك سعاد؟ الحمد لله. والنبي يا كريم تعالى اجيب لي عيش، بس الفرن زحمه قوي. قوم يلا قوم، هتلاقي لي عيش. يلا ونقهولها مفقع على عاوزه بكام؟ انت بتستهبل ولا ايه؟ خد هات بجنيه. ايه مالي؟ خد ياش عجينه. يقول ما تتصلش بيا، مش كفايه بقالي اسبوع ما بشوفكش. تليفوننا مرفوع من الخدمه، وخايف طبعا تكلمني على الموبايل لكارتك يخلص. اديك عارفه الفول كيمو. بعدين خلاص هات، من بكره هكلم ابويا خليه يدفع فاتوره. خلاص بيها يا بنت. خد متزعليش. وانت بقى يهمك خليك في النت والنسوان بتوعك سلام. يا تشد السلك، خلي
خلينا نخلص من نارك لزواجك ده. انا عندي طول شد انت اطلع لك فوق. اصل عبد الله ده عود بتاع حوارات ولف ودوران، سيبنا اكلمه انا. يا تشد السلك نطلع اسحبك من فوق. تعمل ايه يا عبد الله؟ مفيش، امي بس شبطانه في وسط الدش. يحكمش حطنت ركبوا وصله. ما كلها مركبه وصله حماتي، اشمعنى احنا يعني؟ حلوه حلوه، ما توصلينا الوصله احنا كمان يا ماما. بس يا بنت كتمي، هينفع 20 جنيه في الشهر حتى امك؟ 15 جنيه بس يا حاجه، ولا حتى 5. وبعدين حد سالك خليك في دماغك دي. 20 جنيه يا بنت. 20 يا بنت. بنت يا صلاح. ايوه يا ماما. على اوتو. لا تخلصت، خلينا نخلص في الارض ده يا جدع. سايب له طول. تعبانه كده، استغفر الله العظيم. اقفلي يا بنت الشباك، الناموس يدخل. ياما الهوا ياما الدنيا حر. بقول لك ايه ياما؟ ما توصلي لنا الوصله، حتى بيقولوا في حته محطه قران كده. محطه قران؟ شوف البنت وخبستها. سايب له طول. بس وحياه امك برضه لا، انا قلت لا يعني لا. يوه ياما كل حاجه لا لا، ليه شطها دي؟ اقول لك طلع لك فوق. يا بنت وطي صوتك، ضحكتك مايعه قوي. يوه انت ما بتحبش ضحكتي؟ ده انا بموت فيها يا خراب اسود على الدلع وقله الادب. السلام عليكم. اهلا بالسبع. شفت شفت بيقفل الباب ازاي؟ واد ما عندوش احساس. سيبك منه. اسيبني منه ازاي وهو كاتم على نفسنا زي الرب؟ وانا اللي كنت ناوي ارقص لك النهارده لما عرفت ان مراته بايته عند امها. انت على طول كاتم على نفسي كده. يلا قوم قوم شيل الشيشه ويلا خلينا ننام. قوم. لا هيحصل الليله. ساعة كام في ايدك يا واد؟ 2 يابا. ليه؟ ما تدخلش البيت ده قبل الساعة 4 الصبح، ما دام مراتك مش بايتة معاك هنا في البيت. ليه يابا؟ أول مرة أشوف أب يطلب من ابنه يجي متأخر. أب وابنه إيه يا واد؟ ده أنت بقيت قد في السن، والبعيد ما بتفهمش ولا بتحس. يعني هي سخنتك عليا؟ الكتم يا واد في فهم أمك. أمي إيه بس يابا، دي في سني. اقعد بقى أوعى عليا كده وضيعلي اليوم. مش هضيع لك حاجة، أنت طالب مني إيه دلوقتي؟ أخرج ولا أنام؟ تخرج بره البيت طالما مراتك مش هنا. طب أخرج كده ولا ألبس؟ البس، ما أنا عارفك، البس وريني عرض كتافك، ده أنت ابن كلب مالكش مثيل. خارج يابا خارج خارج. يلا يا ابن الكلب. ما عم تصرفنا في اي 50 جون. الراجل اسمه خميس ده عقلني النهارده. ما انا قلت لك يا فيتا مش هعرف. وانا بس اللي هدفع يا عم غمال ولا ايه؟ انت هتذلنا يا صاحبي؟ يعني انت مش عاوز؟ يا عم انا لسه حتى في حقن الطلق. بقول لك ايه يا بيتا، ما تيجي نبيع التلفزيون ده. تلفزيون ايه يا عم؟ ابويا وجاي ما لقاش تلفزيون ده هيشقلطني. يا عم انت ابوك ما بيجيش غير كل اول شهر، يعني لما يجي الشهر الجاي نكون جبنا واحد بدال. انسى يا عم الموضوع ده، انا اروح اشوف عيال صحابي افتشهم في اي دماغ. وهتسيبنا يا صاحبي؟ اما اعمل لك ايه يعني يا عم غمال؟ خلاص يا بيتا خليك، انا هقوم اتصرف. Thank you.
بتعمل ايه يا جمال؟ تسرق من دولاب ابوك يا جمال؟ دي اخر تربيتي فيك؟ يا بابا انا كان لازمني فلوس وخفت اقولك. من امتى بتخاف تطلب مني فلوس؟ انا حرمك من حاجه؟ ها؟ وديني مصروفي ما يعديليش والعيال بتنقلصوا عليا عشان معيش فلوس. 300 جنيه لعيل زيك في الشهر ما يكفوكش؟ ليه؟ بتشرب حاجه؟ لو ربنا يا انت هتاخد كام من دولاب ابوك يا جمال؟ كنت هتاخد كام؟ انت 400 جنيه خد يا جمال 400 جنيه لا خلاص يابا مش عاوز خد يا حبيبي ولما تعوز فلوس تاني يا جمال قول لي يا حبيبي عارف ليه؟ عشان تابنا يا جمال الورشة والبيت وفلوسي كلها ليك عايزك تبقى راجل يالا عايزك تبقى راجل وتجيب القرش بالهوى مش بالسرقه المره دي سرقت ابوك هيسامحك ويداري عليك لكن لو سرقت حد غريب مش هيسامحك يا جمال ولا هيداري عليك هيفضحك يا ابني ويمكن يحبسك فاهم يا جمال ما تزعلش مني يا ابا اخر مره تعملها حاضر يا ابا عايز 400 جنيه ليه بقى؟ ولا حاجة أنا هجيب حتة موبايل لقطة مع واد صاحبي ماشي يا حبيبي 400 جنيه معاك أهو هات الموبايل وخد 50 جنيه دي كمان خليها معاك ماشي يا ابا يلا تعمل ايه؟ سيب المفاتيح دي يا اخي هفتح انا يا بابا خليك انت مرتاح يا اخي مين قالك ان انا تعبان؟ روح يا اخي شوف كليتك ما انا النهارده ما عنديش كليه يا ابني ما تتعبش قلبي روح شوف شغلك روح كليتك الله يهديك خلاص يا بابا هستناك ونروح سوا يا اخي انا عايز اخرج اهوي نفسي سيبني يا بابا انت ليه مصر تبعدني عن الصيدليه؟ امال انا دخلت الكليه ليه؟ لا اله الا الله يا اخي ده مش اسلوب مناقشه على الصبح كده واحنا لسه صاحيين من النوم الله انت حد مسلطك عليا يا عم روح شوف شغلك بقى خلاص يا بابا هروح افتح انا وتعالى انت على مهلك لا اله الا الله يا اخي غلبت اقول لك ان الاجزخانه دي في حاره شعبيه يعني فيها عيال بلطجيه ومجرمين ومدمنين واحنا مش ناقصين مشاكل يا بابا الناس دي مش في الحاره بس في اي منطقه هتلاقي منهم كتير قوي يا اخي هم عرفوني وانا عرفتهم وانا عرفت ازاي اتعامل معاهم هم عرفوا ازاي يتعاملوا معايا من فضلك بلاش مشاكل يا اخي روح شوف شغلك يا بابا مفيش صيدلي ما بيتعرضش للمشاكل ولا انت بقى بتخاف منهم ايوه يا سيدي بخاف منهم ايه عايز حاجه ما انا مش لاقي مبرر غير ده غير بقى جدول المخدرات اللي بينقص كل يوم اخرس بلاش اللي اتقدم انا عمري ما طلعت قرص مخدر من صندوق المخدرات الا بالروجيتا فاهم ازاي مش انا اللي يغلط الغلطه دي اطلع بره امشي انا اسف يا بابا انا كنت بلفت نظرك بتلفت نظري انت بتلفت نظري ليه يا اخوي ما تيجي تاخدني قلمين احسن اطلع بره اطلع يا طيب مش كده صوتك جايب لاخر الدنيا عملنا لنا كوبايه شاي انا حاضر من عينيا بس قول لي ايه اللي مزعلك يا اخوي مالك يا ستي جاي يسحب ويفتح درج كومودينو وياخد المفاتيح ومصر يروح يفتح الاجزخان ما تسيبه يفتحها يا عطيه ما تسيبه يا اخويا ولا انت عايز تقعده في البيت زي البنات ما انا عايز اقول لك على حاجه شغل الحاره ده عايز خبره معينه ده مليانه بلطجيه وعيال حراميه واللي مش هيعرف عليه ان جيت للحق
هي حارة تقرف. بس عالم غلابة مش لاقيين اللي يفهمهم يفهموه. والله هو ده الكلام اللي جايبنا لورا. انت حر في ابنك، انا نازلة. راحة فيه؟ الكوافير. بقول لك يا كابتن، انتوا لسه بتعملوا مظاهرات؟ ده اعتصام. اعتصام، هما مش انا يا حلوه؟ هما بيقولوا كده بس مفيش جديد. مفيش جديد. طب ما تعرفش صفاء سعيد فين؟ ولا ما تعرفهاش؟ دي زميلتي خرجت هي وخالد يجيب لنا حاجه. خالد مين؟ زماننا، وحضرتك مين؟ الف شكر. النبي يا رب لك لحبيبك النبي يسرها لي، فكها عليا يا رب. انا مش طالبه منك غير ان احج مره واحده بس. انا نفيسه، انا معضله وغلبانه، انا منكسره. يسرها لي يا رب مره واحده بس يا رب، احج مره واحده بس يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم انا عبد الله يا امي. ايه واد جاتك نصيبه تاخدك داخل يا واد السحب زي الحراميه كده ليه؟ يوم انا دخلت بالراحه عشان ما اقطعش دعاكي. يعني هتقطع رقبتي مش حسن ما توقع قلبي في رجليا؟ حقك عليا يا امي، معلش انا اسف. وايه اللي رجعك بدري كده؟ مفيش، قلت اريح ساعه وبعد كده انزل تاني. اعمل حسابك بقى، عايزين نلحق نبني الفرن. فرن ايه يا امي؟ فرن الكنافه بتاع كل سنه. يا امي الفرن ده خلاص ما بقاش يجيب همه. يجيب همه ما يجيبش همه، هي عاده ربنا ما يقطعها. وبعدين اهو بيجيب 20 30 جنيه في اليوم، مش وحشين. ومين اللي هيقف فيه؟ انا مش فاضي. هنشوف لنا واحد كده غلبان على قد حاله نديله قد 10 جنيه في اليوم، وانا هقف معاه. تقف ازاي يا امي؟ انت تعبانه. تعبانه؟ يا سلام، لو انت يا واد كنت يعني شلتني يوم قرايه فتحتك عامل حسابك على كده. طب ما انا نزلت لوحدي على اسم الله النبي حارسها جت نصيبك. حاضر يا امي، حاضر حاضر، هنعمل الفرن. وتفوت على الواد كريم علشان يعمل حسابه وابعتهولي عشان احاسبه. حاضر يما. انا كل ما اكلمك تقولي حاضر حاضر، جرالك ايه؟ مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ هقولك ايه يما غير حاضر يعني؟ طب اسمع بقى، اوعى تخليني ادعي عليك، اعمل حسابك. والله لو ادعي عليك لا تتقسم نصين، هتتقسم نصين وانت عارف كويس. يا ريت نتقسم نصين عشان اخلص من اللي انا فيه ده. ايوه يا اخويا ايوه، نام وانت عامل زي الطور كده، نام نمت عليك حيطه. خلاص خلاص، هو انا ناقص خلاص. صفاء صفاء صفاء. ايوه صلاح، في حاجه؟ تحب اجيب لك ميه؟ اقعدي. انت كويسه؟ الحمد لله. ليه؟ لو في اي حاجه عايزه تقولها لي قولها لي، احنا اخوات مالناش غير بعض. طبعا يا اخويا، ربنا ما يحرمنا من بعض. امال مين خالد اللي انت خرجت معاه النهارده في الكليه؟ ده زميلي في الجامعة، رحنا نجيب أكل لينا ولزمايلنا، مش هم قالوا لك كده برضو؟ زمايلك اللي بيمشوا معاك في المظاهرات، المظاهرات اللي أنا منعتك منها. يا صلاح ده مستقبلي، ولازم أقف جنب زمايلي، دول عايزين يشيلوا التخصص من الكلية. يا بنتي اللي بتعملوه ده ما فيهوش فايدة، الموضوع ده مش هيتحل غير مع نقابة الأطباء. كله كلام وبس، ومفيش أي خطوة بتحصل. اللي أنا عايزك تحطي في دماغك حاجة واحدة بس، أنا أخوكي وبكرة هبقى ظابط، يعني حافظ عليا، خلي بالك مني. حاضر. وزي ما قلت لك لو في اي حاجه تعالي قولي لي. حاضر. يلا تصبح على خير. انت من اهل. رحت فين؟ ايه جو التقل ده؟ هو الواد جابر. الو ولا جابر؟ ابو كريم، مساء الفل يا حبيبي. اسمع بس،
انا على النت دلوقتي وعمال لغي في واحد صاحبي وبعت له رسائل. اسمعني يا عم. ببعت رسائل ما بردش عليا. يعني ايه ده؟ مشغول ايه؟ بقولك فاتح النت، قصدي فاتح النت. اكتف ايه يا عم؟ كلمني عربي يا عم. ما البرنامج عندك. ايوه انا منزلهولك، هتلاقيه عندك على الماي كمبيوتر، هتلاقيه في الديل. يا عم اسمع بس اللي انا اقولك عليه، اعمله دوس اكسبت. ايوه فهمتني. اقعد بقى دوس التالي لحد البرنامج ما يفتح. استنى استنى استنى، فتح. بعتت رساله اهي. ايوه انا على البال توك، مكتوب كده على البال توك في غرفة شعر. حلو قوي كده، عيش يا علامة. واحدة يا ابن اللعيبة. ولا يونس؟ يونس مين؟ انا كريم. كريم يا عم اخبارك؟ انت مش واخد بالك مني ولا ايه يا ابني الايه؟ تعالى تعالى لف. هادي يا يونس. تعالى انت اللي فكرك بايه؟ وحشتني يا ياض. من ايام الاعداديه ما شفتكش يالا. ما المدارس هي اللي فرقتنا يا كريم. الله، طول عمرك يا بتقول كلام عسل. بس هو مرمى على الحيطان اهو، ما تبعش. دور تشرب شاي. اشرب. زمن ياض ما جيتش الاوضه دي. فاكر كنا بنذاكر سوا؟ بس انت كملت علامك. انا ماليش فيه يابا. يا ريتني ما كملت، اهو التعليم قعدني في البيت. اهو اسمك اتعلمته خلاص. بقول لك ايه؟ قول. ايه اخبارك يابا مع الشهر؟ تسال ليه؟ يعني ما تاخذنيش، يعني بقالك يجي 7-8 سنين كده بتكتب شعر وما سمعناش عنك حاجه. الدنيا اتلخبطت يا كريم. اي حد بقى يجيب ورقه وقلم دلوقتي ويكتب له كلمتين ويقول لك شعر. كل الشعر ده انت اللي كاتبه؟ ها؟ كتبته في قد ايه؟ بتاع 7-8 سنين كده. ياه، 7-8 سنين يا صبر ايوب. بقولك ايه، ما تديني شويه. شويه ايه؟ شويه شعر. رياض مالك؟ ده انا صاحبك يالا، شقك هو موجود قدامك اهو، شوف انت عايز ايه وخده. بس اشرب شاي الاول واسمع لك كلمتين، يمكن ما عجبكش. هتعجبني ان شاء الله اقدم ماشيه. بس بجد ياض، ما انا جاي اسمعك اهو، ما تقول. بص، لو في غمضة عين تتغير حاجات. الله، يعني ايه بقى؟ يا ابني يعني لو غمضت وفتحت وفي في حياتك حاجات حصلت مش حلوة، يا ريتها ما حصلت. حلو ده، كمل ياض كمل. لو في غمضة عين تتغير حاجات والذكريات تنسي الألم. يعني ايه بقى الذكريات تنسي الألم؟ مش طريقة سمع شعر دي أبدا. اشرب اشرب. جرى ايه يا يونس؟ تخططت عليا ولا ايه؟ ما تفهمني يا اخي. يا ابني افهمك ايه؟ الشعر ده يتحسن من جواك. يتحسن من جواك؟ لا يا عم، انا افهم الكلام الاول والاحساس يجي بعدين. ده لما بقول لك بقى شعر فرنساوي. ما اختلفناش. بقول لك ايه؟ انا عاوزك في موضوع مهم. اتفضل قول. انا عاوز استلف شخصيتك يعني كده وشعرك. ازاي بقى؟ ازاي يعني ايه؟ امال عامل لي شاعر وبرم؟ ودي مالها دي؟ مش فاهم والله. انت فاضي كام يوم كده؟ هيكون ورايا ايه يعني؟ خلاص سيب لي نفسك. الميه دي للشرب بس يا رضا، اوعي تطبخي بيها ولا تغسلي. في ايه؟ ابوك والحربايه كانوا بيتودودوا النهارده. على ايه؟ الولايه عماله تزن على دماغه، ياخدوا الاوضه دي ويطلعونا الاوضه اللي بره. مش هتجيبها لبر الوليه دي الا لما تخليه يطردنا من البيت. اعملي نفسك ما سمعتيش حاجه. معقوله يا بلال؟ معقوله يا اخويا ننام في الاوضه اللي بره؟ ده اللي ماشي في الحاره يسمع فيها دبه النمله. يا رضا اصبري بس لما يفتح معايا الموضوع، ساعتها نشوف. اقول لك، خدي هاتي لهم غدا بكره وروشي كده بكيلو لحمه ودخلي لهم ياكلوا، يمكن ربنا يحنن قلبه علينا. ما نشوف. خلي بالك اللي
احنا لفينا الدنيا كلها لغايه ما جبنا لك النمرتين دولت. احنا عاملين معاك كل الواجب. الله يكرمك يا معلم. الله يخليك. طول عمرك ابو الواجب. الله يخليك ويبارك لك. هات يا عم. عندي عبد الله. عندي بس الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه؟ اتفضل فلوس ايه؟ هنستلم امتى بقى؟ دلوقتي حالا يا ريس. تمام. الف مبروك. الله يكرمك. الله يخليك. الف شكر. السلام عليكم. اللهم صل على النبي. يا عبد الله العربيه واقفه وحش زيرو. خد قلع. سمي بقى وخش من رجلك اليمين على اساس فتحه خير يعني. الف شكر يا معلم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ربنا يخليهم لك. على مالك. طب وتاكسي تاكسي تاكسي ايه وجبنا تاكسي تاكسي والحلو تاكسي تاكسي اوبا اوبا اوبا. بقول لك ايه يا صاحبي؟ الاول شرط اخره نور. تمام كده. محدش يعرف اي حاجه ان احنا جبنا تاكسي. ها ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ اما بنعمه ربك في حد. ايوه يا حبيبي حدث ده لما تبقى فلوس يمين مش شمال. يا نبيل هو في حد بينبش ورانا ولا ايه؟ طبعا يا معلم. من اين لك هذا؟ فجاه كده بقى معاك فلوس وانت قبضك كله على بعضه ما يجيش 500 جنيه؟ نبيل انا على يدك مجرد المصنع يعني كله امان يا معلم. يا حبيبي حق الدورين بتوع الحاج مصلحي ممكن يتهرش. ما يتهرش واحنا كاتبين على نفسنا وصل ولا ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. محدش يعرف اي حاجه واذا اي حد سالك قول له ان انت سواق على التاكسي ده. يعني هم هيدوك نشال لو عرفوا ان انت مشارك على تاكسي. خلاص ما نقولش لحد ولا صباح ولا حتى امي. واما اما اما وتعالي ياما ياما وجبنا تاكسي 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 وتعالى وانا تاكسي تاكسي وياما ياما. بس يا بس يا بيه بس يلا الله يخرب بيوتكم. وحشتوني يا عيال زيلكم. ايوه يابا. ايوه يا نادي يا بنتي. قولي لامك اني اني دخت على الفسيخ اللي هي طالبه ومش لاقيه. اني عارف هي مش هتصدق. اعملي في امك بقى. تعملي يعني ايه؟ خلاص ما تجيبش. بس ما تنساش الحنه اللي امي قالت لك عليها. حاضر حاضر جبتها. قولي لها بقى انني طالع على محطه القطر عدل. ها مش عايزين حاجه؟ يلا مع السلامه. نصيبها كده بقى اعوضها لك مره ثانيه. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. وصفوني الصقر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب. اتفضل يا ريس. اتفضل اخذ بس شغالك بتروق كده. لا عادي عادي خالص. تشرب ايه يا باشا؟ ولا عايز اشرب ولا اي حاجه. انده له اللي خلصت. انت هتلاقيني يوم ولا حاجه. ثانيه واحده بس. ثانيه واحده. اتفضل اتفضل. بتعمل ايه يا عم؟ ايه اللي بعمل ايه؟ الشقه كانت وسخه شويه قلت انضف. ما في واحده بتيجي تنضف كل اسبوع. خلص بس غير هدومك كده وتعالى عشان في واحد مهم جاي يسمعك. واحد مهم يسمعني؟ ما جبتوش الاستوديو ليه؟ يا عم استوديو ايه اللي هيشوفك انك بتعمل شاي؟ عندك حق. يلا. طب انا هلبس. غير بسرعه واطلع بسرعه. يلا. نورت يا ريس. الله يخليك. هو فين؟ جاي حالا اهو. هو تعالى يا شباب. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. ما هو كويس اهو. ما شاء الله ما شاء الله. بقول لك يا ابو الشوق اقعد كده بقى يا ابني وعايزك تسمعني حاجه. بقالي كتير ما سمعتش صوت حلو. سمعني يلا يا قوام. على الحامي كده. على الحامي. استاذ زكي اتقل مونت الكاسيت في بلدك. ملك المضروب. يا عم هو عاد فيها كاسيت. قول يا ابني قول قول سمعني. حاضر. طب دوزن كده يا سامي يا الحاج. اي دوزن. ست. اه ست. يا سلام. تمام جاهز؟ اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري. الله هو ده. انت يا ابن امك ده عيالك. انا همضي معاك النهارده. ايه رايك؟ مبروك يا شاوي. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهارده عن الجواز. يا حماة الاسلام وحراس العقيده هنتكلم عن الجواز. خدوا بالكم بقى الجواز لازم نسهله
ونيسروا، سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوا وتعقدوا بناتنا وشبابنا، الحكايه مش ناقصه، بلاش مغالاه في الطلبات. يعني ايه المهر كام والشبكه بايه والفرح فين وايشي قايمه وايشي عفش وايشي ايشي؟ ارحموا شبابنا، ارحموهم، بلاش تخلوا الشيطان يلعب في دماغ الولاد والبنات والعياذ بالله. ايوه يسروا الجواز، الجواز له رزق مستخبي، سبحان الله ولا اله الا الله، وحد الله يا سيدي قول لا اله الا الله من قلبك. لا اله الا الله. الجواز له رزق مستخبي. واحد فيكم هيقول لي يعني ارمي بنتي يا استاذ تمام؟ اقول له لا، انا ما قلتش كده، ما بقولش نرمي بناتنا، لا، احنا نيسر نسهل. الشباب اليومين دول بقوا شايفين ان الجواز ده حلم، معجزة، عملية مستحيلة. من ايه؟ من الشروط والطلبات والموالاة. فانا بناشدكم التيسير وبقول لكم يا اخوانا الجواز له رزق مستخبي عند رب كريم، ولا ايه؟ سبحان الله ولا اله الا الله. واحد فيكم هيقول لي طب بعد ما يتجوزوا هياكلوا من ايه ويصرفوا ازاي وهيربوا عيالهم فين وهيدخلوا عيالهم مدارس ولا هيرموهم في الشارع؟ جرى ايه يا سيدي؟ هو انت شفته يعني خلف اصلا؟ سبحان الله. وبعدين ما كل عيل بيجي برزقه، ولا انتوا نسيتوا انه لا حيلة في الرزق؟ وحد الله قول لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. خمس كتبت على ساق العرش، لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا سلامة من ألسنة الناس ولا راد لقضاء الله. امال ايه يا مؤمن؟ مش كده يا سيدي؟ لا حيلة في الرزق. بس مش معنى كده يعني ان لا حيلة في الرزق الواحد يقعد يطربق بقى ويقول ما هو لا حيلة في الرزق يجي وقت ما يجي. لا لا، ما اسعى يا عبد ونسعى معك، ولكل مجتهد نصيب، وقولوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم، ولا ايه يا اخوانا؟ ها لابد ان احنا نسعى. الاهالي يرحموا الشباب، سهلوا الجواز يا اخوانا، بلاش تعقدوه. بتعمل ايه يا ولية؟ بغسل غيارات البيت تهاني. ولا تستاهل، انا لو منك احرقك. عليا دين بسدده والدين ما بيرحمش، يا ما عذبت ابويا وامي وانا صغيره، واديني بدفع الثمن اهو، بنتك بتطلعوا عليا. انت السبب، كل ما جت سرعبتها تحوشيني عنها. خايفه عليك يا اخويا، لو تضربها ضربه تموت فيها. يا ريت، ده يبقى يوم المنى. بتقول كده وبس حد يكلمها كلمه بتبقى عايز تاكله. اه لو كان ليها اخ كان زمانه ريحني. نصيبنا، ادعي لها يجي لها ابن الحلال اللي يتجوزها ويلمها ويرحمنا من اللي احنا فيه. استنى انا بقى على ما يجي ابن الحلال ويشوفها ويوافق عليها. بقول لك ايه؟ ادعي لها ربنا يهديها. اهلا وسهلا يا حاج ابراهيم، شرفت وانست، البيت منور. منور باهل يا استاذ تمام. ابوك كان معايا في المدرسه يا حنفي. وخرجت من سنه اولى ابتدائي. عملت خير، يعني هم اللي اتعلموا خدوا ايه؟ الحمد لله. الشاي يا زينب ولا تتغدوا الاول؟ لا الحمد لله، خيرك ساب يا استاذ تمام، واكلين قبل ما نيجي. أنا وشفا، أهلا وسهلا. الشاي أهو، إزيك يا حاج إبراهيم؟ الحمد لله. إزيك يا حنفي؟ ما شاء الله كبر حنفي، أنا ما شفتوش من هو عيل صغير. ربنا يخليك يا أم. عن إذنكم. اتفضلي يا حنفي. اتفضلي. أهلا وسهلا. أنا بقول يا حاج نخش في الموضوع على طول. وماله، أهلا وسهلا، اتفضل، أو أوي. إحنا جايين نتكلم على بنتك عائشة. ومش هنلاقي احسن منك تحط ايدنا في ايده وناخد عيشه لابننا حنفي. ده احنا تحصل لنا البركه، ده انا اوصلها لك لغايه البيت على الجبرين. ولا العشم برضه يا استاذ. وانت بتشتغل ايه يا حنفي؟ حنفي بيشتغل في موبايلات، بيبيع ويشتري لغايه ما ربنا يسهل ان شاء الله ونشوف له شغله دايما.
موبايلات وبتقبض كام في الشهر يا حنفي؟ انا عامل بشتغل لوحدي. يا ابني انا مش بقول لك انت بتشتغل مع مين، بقول لك بتقبض كام، يعني دخلك قد ايه تقريبا؟ يعني 20 30 جنيه في اليوم اللي ربنا بيكرم بيه. حضرتك يا استاذ تمام، انا حابني شقه ببيتنا لحد ما ربنا يسهل ان شاء الله. الله يا حاج ابراهيم، انت عارف ان دي بنت الوحيده، من غير ما تزعل مني شغلانه ابنك مش مضمونه. وانت سيدي العارفين يا حاج، انت زي حالتنا اللي جاي على قد اللي رايح، والهم تقيل وكتير. يعني لو قدرت تقف جنب ابنك يوم ولا اتنين ولا شهر ولا تلاته، مش هتقدر تقف جنبه طول العمر. هو هيعمل ايه يا استاذ؟ ما انت عارف مفيش شغل في الحكومه اليومين دول. والشقه دي قدامها كتير. انا بقول ندور على شقه محندقه كده ايجار جديد، لغايه ان شاء الله ما ربنا يسهل ونخلص بنا. ايجار جديد ما تشربوا الشاي. ما انت عارف البير وقطايا يا استاذ. والله انا ما عارف اقول لك ايه بالظبط يا حاج ابراهيم. هو مش معقول يعني يا استاذ في يوم وليله هنجوزهم؟ وانا ما اقدرش اطول فتره الخطوبه. حط نفسك مكاني، دي بنتي. معلش يا حاج ابراهيم ما تزعلش مني، اعفيني، انا في حل من اي اتفاق. معقول يا استاذ؟ انا مش عاوزك تزعل مني يا حاج ابراهيم، احنا طول عمرنا جيران وعشره طيبه. لا يا ربنا ما يجيب بينا زعل، انا كنت عايز بس احط ايدي في ايدك عشان نساعده. ايدي وايدك ما تكفيش يا ابراهيم يا اخويا، ما انت شايف الدنيا واللي بيحصل فيها. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وابنك الصغير يصوم بقى. ربنا يقدم ما فيه خير. استاذن انا. سلام عليكم. ما بدر ابراهيم اخويا. يلا يا حنفي يا ابني. السلام ورحمه الله وبركاته، شرفت وانست. ما تزعلش مني يا حنفي يا ابني، كل شيء اسمه نصيب. عادي يا عم. مع السلامه. السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه؟ في ايه؟ قفلت عليهم الطريق ليه؟ يعني كنت عايزاني اعمل ايه يا زينب؟ قلبي بنتي ده واد صايع شغال في الموبايلات، موبايلات ايه؟ دي شغلانه اللي مالوش شغلانه اصلا. وانت يا اخويا يعني لما جيت تتجوزني كان حيلتك اي حاجه؟ لكن هقول ايه بقى؟ العيال دول حظهم مهبب بستين نيله. الزمن غير الزمن يا زينب. الراجل الحاج ابراهيم ده يا ولدي عنده قرطه عين، هيلاحق على مين ولا مين؟ لكن ابوك الله يرحمه ما كانش حيلته غيرك. خلاص بقى، انت مش رفضته؟ انت يعني متضايق قوي كده ليه يا زينب؟ اوعى يكون في حاجه بين البنت والواد. لا يا اخويا، فشل. بالعكس، مفيش اي حاجه خالص. بس احنا بقى قلنا البنت نسطر عليها ونخلص منها. خلاص خلاص بقى يا زينب، كل شيء اسمه نصيب. والبنت لسه عيله صغيره. انا عايزك بس تقعدي مع البنت كده وتجرجريها في الكلام، لا تكون تعرف الواد من ورانا ولا في بينهم اي حاجه، وطمنيني يا اختي. حاضر يا اخوي، حاضر. ربنا يستر. الراجل اتاخر قوي، مش عاوزه يتاخر كده. يا عدرا هاتي بالسلامه، ده انا ماليش غير لا واد ولا بنت. يا واد ابوك تعب قوي وعايز يستريح. انزل بقى يا عادل اقعد في وسطينا. يعني هما الخواجات احن مننا عليك. ما تتهد بقى يلا، اتهد بقى واقعد في حته. اركز شويه. بس نطول الحاجه قوي. اعلنت وزاره الداخليه عن وفاة 58 شخصا في حادث انقلاب قطار الصعيد المتجه الى الجيزة، وقد اصيب في الحادث حوالي 120 راكبا. يا سبتي ارحموا يا ناديه، ارحموا.